ما يمكنش. دونك انا كنتصنت كنعرف شنو كاين في الدومين وكنخلي الراي ديالي كنحتفظ به. والحاجه الوحيده اللي كنت اللي كنت عارفها جنب عارفة شنو هي اش كتسوى ومخلي الاخرين كينقزوا هي ان الغربال فاش كيكون كيتحرك داك العيون الصغار كيطيحوا والعيون الكبار كيبقاو شادين. يعني الوقت دواره والاخرين ساعتهم تسالي تسالي حتى انا بطبيعه الحال ساعتي غادي تسالي فهمتي ساعتي انا غادي تسالي بطبيعه الحال الدوام لله. ولكن كاين حاجه الوحيده اللي كنامن بها هي انني الا مت وطبيعه الحال موسيقتي غتموت. ولكن الكلام ديالي محال باش يموت لان الكلام الا خرجتيه من قلبك كتبتيه مزيان وتفننتي فيه بحيث انك تكتبو هذا رأي ديالي انا خاص بحيث الا 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 حاولتي تكتبو بطريقة شعر الشعر كيدوم. هاو الشعر الجاهلي شحال هادي مازال كاين دابا. من بين الاسئلة اللي جاوني كاين واحد السؤال ديال امين كي كدير تكتب ديك نسمع الفلسفة ديالك كي كدير تكتبها. انا اول حاجه اللي بغيت نقول للدراري باش ما يمشيوش غلطين هي ما كاين لا تبويقه ما كاين لا شراب ما كاين لا ما كاين لا حشيش لا والو. انا حتى القارون ما كنكميش شاي عمري ما كميت عمري ما شربت. يعني هذيك ما عندها حتى شي علاقه بالابداع. كتابه كنكتب بالليل سكات ما كاينش موسيقى ما كاينش حتى شي حد كانت انفلونسا منه ما كاينش حتى شي كاتب او شي حاجه داكشي كيجي هكا قبل الليل كاين اللي الله سبحانه وتعالى عطاه داك الموهبه. في قضيه اخرى هي ان العربيه ما كنحشمش منها فوالا يكفي ان الطريقه ديالك باش غادي تلقيها تكون مزيانه ستيليا مزيان في العربي ما كنحشمش منها كما بغات تكون يمكن لي ننزلها فوالا. دونك كنعوم في الدارجه كنت مغادي كن اي بي كن داك الوصف الوصف كنحاول من ما نقولو شيء سهل يعني الا جيت نقول عندك حساب ليك كمثال ملي ظهري عواج غير هكداك ما غاديش نقول بحال هكا. نقول لهم عندك حساب ليك السنسول شبه للقوس بالمعزه. يعني عندك حساب ليك بلي السنسول ولا الشكل ديالو بحال القوس حيت عزيز عليه يعني فوالا. هذه من بين المسائل اللي خلات شي وحدين ما كيتنغموش الكلمات ديالي ولا ما كيتذوقوهم شيء تو سامبلومون اللي سبب واحد بسيط هو انك الا بغيتي تفهم الحاجه خص يكون عندك داك الذوق في الاستماع حيت حتى الاستماع حتى هو ذوق. لقيتي شي حد كيتصنت لام كلثوم ولا كيتصنت لعبد الحليم راه ما كيتصنتلهمش غير هكاك هذا كيتسمى ذواق فوالا. دونك كاين شي وحدين اللي طاح الحال قال لك امين اوفيس كيصعب على راسو خدام كي شبا خدام كي قالو خدام كيعذب راسو في الكتابه علاش ما يقولهاش شي سهله. دونك هاد الناس هادو شنو غادي نقول لهم؟ غادي نقول لهم دونك ما كنكتبش لكم على هاد الحساب دونك كنكتب لواحد اخرين. دونك تصنتوا لشي حد اخر ما تصنتوش ليا انا يعني. الا ما الا تصنتي الغنيه وحده وما قدرتيش تفهمها راه جوج الحوايج يا الغلط فيك يا الغلط فيا. ودونك بما انني كنتبعد ان الغلط يكون فيا لان الكلمات ديالي كنكتبهم كنفيق الصباح كنقراهم كنعس كدوز السيمانه كنقراهم كدوز عاوتاني السيمانه كنقراهم باش نشوف واش قلت شي غلطه باش نشوف واش كاين شي معنى اللي مشى عوج باش نشوف راسي واش خرجت على الموضوع. عاد كناخذ وقتي باش نحفظهم وباش نقولهم. يعني انا تصنت لهم بزاف د المرات وحللتهم وانت تصنتي لهم مره واحده ما عجبوك شيء يعني انا ماشي المغني ديالك. حاجه اخرى سؤال اخر جاني من جهه الموسيقى. واحد قال لي مالك معذب راسك بداك الموسيقى. دونك معذب راسي انا ما معذبش راسي داك الموسيقى يعني ملي كنغني عليها وكنخرجها وكنبيبليها في الانترنت يعني انا عجباني مقتنع بها فوالا. كاين الناس اللي عجبهم داك الستيل انت ما عجبكش داك الستيل ماشي مشكل فوالا يعني وما معذبش هي كنغني عليها اليز ومرتاح. الموسيقى تبدلات بطبيعه الحال الموسيقى ديال اليوم تبدلات فوالا. ما يمكنش تبقى شاد في شي حاجه قديمه
انت عايش دابا، واخا انا ما كنسمهاش قديمه كنسمها بلي الناس غيو تناساوها، لان ولينا في واحد العصر ديال المال وديال ديال 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 الشهره بالزربه وديال 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 ولا ولات ما بقاتش داكشي صحيح، داكشي صحيح ولا داكشي بالنسبه ليا غير محطوط، غير محطوط، غير جي محطوط. وفي الموسيقى ما كانت راه تخرج اليوم ومورا ما نقولكش شهر شهر شهرين ثلاث شهور كاع ماكسيموم ثلاث شهور تطلع في الراس. هذا هو المشكل ديال هذا. اي لحد الان الا جيتي تشوف عندي شحال اربعه ثلاثه الاغاني ما كاينلاش مطلوب ميت ولا حي، احساس ودموع، شوفوا لينا فين، هادو اللي مازال كيدوروا. اي بورتون ما خرجتش من موراهم، ما خرجتش من موراهم. هادو اللي عندي، عندي يمكن شي مره نقول خمسه ولا سته، خمسه ولا سته مازال كيدوروا، مازال هما اللي كاينين في الانترنت. تيجي تقلب من اوفيس ما غتلقى حتى شي حاجه من غير هادي. اي بورتون مازال كيدوروا، اي بورتون مازال كيدوروا، وداروا عجبوا شي ناس وداروا الطابع في شي ناس اللي ماركاوهم مزيان، ولات عندي واحد الصوره عند هذوك الناس. يعني انا ما معدبش على الموسيقى وما معدبش في الموسيقى، الا خرج شي حاجه كنخرجها اقتناع، وإلا خرج دابا بطبيعة الحال في هذا الألبوم هذا كلشي باقتناع. هذه هي الحاجة اللي خلاتني معطل، سيك جو سوي كومون دير ان اترنال انساتيسفاي. وي مقتنع، ولكن كتبقى واحد شوية ديال الشك، وهذيك شوية ديال الشك هي اللي كتخليني هي اللي كتخليني معطل. واحد قال لي واحد سؤال، علاش رجعتي؟ هذا سؤال مزيان اللي نقول له علاش رجعت. رجعت لنا العمر قصير بزاف، ساعتك غتسالي غتسالي واخا تكون مع تشكون. دونك رجعت باش نقول باللي باون بلي انا كاين، انا كاين عمر بيد الله. بي قضيه اخرى، رجعت لان طبيعه الحال ما كترجع الا وعندك شي حاجه باغي توصلها للناس، باغي توصلها للناس، توصلها لهم. ولكن انت ما انت غادي تصوفيهم من لا ميزير، ما انت غادي تعتقهم في المغال ديالهم، ما انت غادي تهديهم للدين، ما غتهديهم لتا شي حاجه. مي كاينه واحد الناس اللي عندهم واحد الحلاوه ديال التصنات، كاين اللي كيبغي، كاين اللي كيتمزك مزيان. فوالا اي انا شنقول لك، عندي واحد الناس اللي انا ما دير ليهم بواحد المساله، شنو هي؟ انني مهما ما خرجت شي فواحد في هذه المده الطويله، ولكن واخا هكاك كيجوني ميساجات اللي كنبقى تنقول واش هاد الناس هادو ما فهمتش، واش ما طلعوش لهم داك الاغاني في راسهم، هما قلال ما طلعوش لهم في راسهم. كيجوني ميساجات من شي ناس اللي كنبدا نقول هادو يعني مازال متشبتين بيا. اي اضعف الايمان، اقل شيء يمكن لي ندير لهم هي انني خصنا نرجع. البيكات موتيفي مزيان، داك الميساج ديال الناس كيموتيفي مزيان. لان نقول لك واحد المساله، كاين عند الفنان كاين جوج مسائل، كاين الفوق وكاين التحت. الفوق هو داك عزة النفس الخاويه والنفخه والعياقه، هذا هو الفوق والغرور. ولا وصلتي لهادو مهما دير 70,000 مليار سن وتشارك في 6000 اميسيون، الا جاتك غير داك شويه الغرور تما مقابر ديالك، تما كتموت، تما كتدفن. وكاين لتحت، لتحت شنو هو؟ الثقه في النفس ملي كتكون تهرسات، يا تهرسات مع الوقت، يا تهرسات حيت انت ولا عندك ستيل، والموسيقى اللي كتمشى ستيل اخر، والراديوات كيقبلوا ستيل اخر، وانت كدير ستيل بطبيعه الحال مبدل عليهم، مبدل على البروغرام ديالهم. وهنا فين شنو الحاجه اللي كتزعزع، اللي كتهرس؟ هي الثقه في النفس. واخا تكون مصوب من الحجر، الثقه في النفس الا تهرسات كتاخذ مده باش كتطلع. فوالا، وانا من بين المسائل اللي كانوا كيشجعوني ديجا التاريخ اللي دوزت في الموسيقى، يعني التكرفيصه اللي دوزت انا وصحابي، انا بوسلهام، احمد دي جي دمجم، يعني ماشي سهله، يعني تكرفصنا مزيان باش نوصلوا لهذا النيفو هذا. هما احمد حبس الموسيقى في 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 2000 في 2000 يمكن، بوسلهام مازال الله يرضي به. مي انا ما عقلت على راسي في حتى شي وقيته حبست بلا موسيقى. كنفيق الصباح عندي موسيقى في راسي، كنمشي نخدم، كنرجع من الخدمه عندي موسيقى في راسي. خويت المغرب في 2004 موسيقى مازال في راسي،
6 سنين دابا عايش فرنسا والموسيقى والمغرب مازال فرنسي.